ولكن كما هي العادة نبدأ طبعا ونستهل حلقتنا زي كل يوم بالأخبار وفقرتنا الإخبارية النهاردة، واللي أول خبر فيها بيقول الحكومة ترصد 4862 شكوى واستغاثة خلال شهر ديسمبر الجاري فقط. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف التعامل مع الحالات الطبية واللي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2019، واستعرض تقريرا من دكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، واللي أشار أن المنظومة رصدت 4862 شكوى واستغاثة خلال الشهر الجاري تم فحصها ودراستها وتوجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 439 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخل طبي سريع بمختلف التخصصات الطبية. كمان تنوعت الحالات الطبية بين توفير أسرة عناية أو أسرة عناية مركزة وجراحات المخ والأعصاب والعظام وجراحات القلب والصدر وجراحات الأورام والجهاز الهضمي وجراحات العيون، ده بالإضافة إلى أمراض بجهاز المناعة وحضانات أو حضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها وإجراء جراحات لإصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية وكثير من خلينا نقول الشكاوى اللي تم رصدها من جانب مجلس الوزراء. معنا الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير مجلس الوزراء أو ملف الوزراء بجريدة الأخبار، أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام، وخالص تحياتي لهذه القناة الغالية المحببة إلى قلبي أنا شخصيا، وأنا بقول إن شاء الله العام الجديد هيبقى عام خير وبركة وصلاح وفلاح ونجاح لمصر من أقصاها إلى أقصاها، وإن شاء الله الإنتاج يزيد وفرص العمل تتزايد والمعدل الأداء الاقتصادي بيتحسن والنمو الاقتصادي وحصيلة الصادرات بتزيد. بقول كل هذه الأمور بتصب في مصلحة المواطن بتوجيهات رئاسية في على كافة المستويات. بقول العام اللي جاي إن شاء الله عام انطلاقة لمزيد من التنمية والاستثمار، لمزيد من الرعاية الاجتماعية، لمزيد من التأمينات، لمزيد من الاستقرار الأمني والمشروعات الجديدة. كل هذه الأمور تصب في مصلحة المواطن المصري البسيط. يا رب إن شاء الله يكون عام يعني مليء بالبشرة ومليء بالخير لكل مواطن الله. في هذا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة دي نظام جديد أدخله الدكتور مصطفى مدبولي في حرص على المتابعة على أرض الواقع، الاستماع لنبض الشارع المصري، الوعي الكامل بما مطالب المواطنين، ثم المتابعة الأولية أول بأول لرئيس الوزراء في كل المجالات. هذه المنظومة تتلقى الشكاوي مجموعة من المتخصصين الاستشاريين والخبراء، يتلقوا الشكاوي على مدار ال 24 ساعة، يتم التفاعل معها، الاتصال بالجهة المنوط بها هذه الشكوى، ثم المتابعة على أرض الواقع، ورئيس الوزراء بيعرض بيتم استعراض تقرير أو شهري من الدكتور طارق الرفاعي رئيس المنظومة. بقول هذه الإجراءات بتتم في صورة متكاملة بنظام إلكتروني متكامل، وهناك حرص من رئيس الوزراء على المتابعة وأول بأول في كافة المجالات. وبقول هذا الأمر بيعطي يعني إجراءات خاصة بالتفاعل على كافة المستويات بما يحقق صالح المواطن المصري البسيط. بقول ما تم من رصد من شكاوي خلال هذه الفترة ما يعني عدد لا يستهان به 4862 شكوى طبعا، يعني ده في توجيهات ده كمان في خلال شهر ديسمبر بس، يعني عدد كبير جدا في شهر واحد. ده بيؤكد ان هناك حرص من رئيس الوزراء على المتابعه على ارض الواقع والتفاعل مع مشاكل المواطنين، وده بيؤدي الى مزيد من التنوع، مزيد من الاستقرار، مزيد من الاجراءات الخاصه بهذه الامور. والطاقم الذي يعمل مع الدكتور طارق الرفاعي اللي هو مدير المنظومه، طاقم يعمل في انسجام ومنظومه متكامله، يتم التفاعل في كل المجالات وعلى كافه المستويات.
أنا بقول ما يتم في هذا الأمر يؤكد الحرص الكامل للحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية في كل المجالات وحل مشاكل المواطنين، وده بيؤدي إلى مزيد من الروح الإيجابية والتفاعل الإيجابي ما بين المواطنين والحكومة، وده بيساعد على إصدار القرارات التي تأتي معبرة عن الواقع بصورة متكاملة، وده دور مهم جدا لمنظومة الشكاوى الحكومية في كل المجالات. وبقول هذا النظام نظام ناجح يحقق الرصد والتفاعل ويؤدي إلى مزيد من التعاون ما بين الحكومة والمواطن البسيط. ومدير المنظومة بيقول إن هناك حالات استغاثات مختلفة من كل المحافظات، وهذه الحالات بيتم التعامل معها أول بأول. وأنا بقول كل الوزارات بتتعامل بصورة متكاملة، سواء كانت الصحة، سواء كانت التموين، سواء كانت التربية والتعليم، سواء كانت الإسكان، كله، سواء كانت الزراعة، كل هذه المنظومة تتعامل في شأن التواصل الاجتماعي ما بين المواطنين وهذه منظومة الشكاوى الحكومية، وده بيؤدي إلى التفاعل الإيجابي في كل المجالات. لكن أنا عايز أضيف لحضرتك حاجة وللسادة المشاهدين، بمناسبة بدء العام الجديد إن شاء الله اللي هو شويعات قليلة ويكون عندنا العام الجديد 2020، بقول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة أصدر تقرير مهم جدا عن عودة السياحة البريطانية لمدينة شرم الشيخ. أنا بقول المركز الإعلامي أكد على ترحيب السائحين البريطانيين بالعودة لمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. التقرير اللي عمله المركز الإعلامي ده تقرير مهم جدا، بعد استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ أكد الجميع، قالوا إن مدينة شرم الشيخ هي الجهة المفضلة للسائحين البريطانيين. ردود أفعال السواح البريطانيين اللي وصلوا بعد وصول رحلتهم المباشرة من بريطانيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي أشادوا بأن هذا القرار جه في توقيت مهم جدا، هم سعداء بأن هم يرجعوا مدينة شرم الشيخ لأن فيها المقومات السياحية اللي هي تجعل المدينة المفضلة لهم. السائحين البريطانيين أشادوا بحالات الأمن والاستقرار اللي موجودة، وكل الإجراءات اللي بتتبع في مطار شرم الشيخ الدولي تؤكد أن الأمن في المطارات المصرية وفي ربوع مصر على يعني على أعلى مستوى، وأن مصر بلد الأمن والأمان وهي الجهة المفضلة ليهم. ودي بعثت رسالة طمأنة من السواح البريطانيين للعالم أجمع أن مصر فعلا حققت نجاحات في الإجراءات الأمنية في المطارات، وده بشكل عام وبصفة خاصة في مطار شرم الشيخ. وهذه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لتعزيز منظومة الأمن في المطارات منظومة ناجحة جدا، وستجعل السياحة تتدفق مرة أخرى. دي رسالة قوية تؤكد على عمق العلاقات بين مصر وبريطانيا، ورسالة طمأنة للعالم أجمع. حياة دي بشرى يعني هايلة جدا. أستاذ عيسى مرشد مدير تحرير ملف مجلس الوزراء بجريدة الأخبار، بشرى يعني جميلة جدا. السياحة قطاع كبير بيعمل فيه عدد كبير جدا من المواطنين المصريين، بنتكلم في أكتر من 7 مليون مواطن بيخصوا هذا القطاع بشكل كبير، فاتح بيوت، ناس كتير بتعتمد عليه في أكل عيشها. فبالتالي يعني عودة قطاع السياحة من جديد بهذا الشكل، كمان يمكن محافظة الأقصر وأسوان في هذه الأيام خلينا نقول إن فنادق الأقصر وأسوان ما فيهاش مكان، مما يدل على إنه فعلا السياحة تعود بقوة في هذه الأيام. بنتكلم عن السياحة الداخلية والخارجية، يا رب يعني دايما في زيادة، وبنتمنى للأيام القادمة إن شاء الله إنه يعني أو في دخلة العام الجديد يبقى عندنا فعلا سياحة قائمة على أسس محددة ومزدهرة ومتقدمة يوما بعد يوم، ونلاقي إنه كل يوم عندنا بلد على مستوى العالم بتشيد بالسياحة المصرية، حتى يتحين لنا عودة السياحة المصرية من جديد تتربع على عرشها مرة أخرى.